مرحبا وكيف الحال؟ اليوم رح نحكي عن هذا الهرمون الأنثوي اللي صار الواحد يستهلكه في معظم منتجاته. بدنا نحكي عن الاستروجين اللي زيادته عمالها بتدمر صحة الرجال قبل النساء. فاليوم خلينا نشوف ايش هي المصادر لازم نبعد عنها حتى نحافظ على صحتنا ونتقي الاستروجين الموجود في الطعام. ويلا رافقونا اكيد بعد الفاصل وراجعين. مرحبا، وهنا رجعنا. واللي ما بيعرفني معك احمد سماره، وانت حاليا على قناه سمارس كيتو لايف، القناه المهووسه في كل ما يتعلق بالرجيم الكيتوني والصيام المتقطع. حلقتنا اليوم حلقه جديده، اكيد راح نحكي فيها بموضوع مهم كتير كتير، اللي هو موضوع الاستروجين، اللي انه اكلنا المصنع واللي عمالنا بناكله بطريقه يوميه بدون ما نعرف عمالنا بنستهلك الاستروجين اللي هو هذا الهرمون بطريقه مباشره كأننا بناخذ دواء. فاذا بتلاحظوا انه الصبايا الصغار الجداد عماله كله عم تجيهم الدورة الشهرية بحدود 10 و9 وحتى 11 سنة، بدل ما زمان كانت من 14 ل13 سنة الدورة الشهرية. هذا كله بسبب انه احنا عم نستهلك اكل منذ الصغر مليان بالاستروجين او بمحفزات الاستروجين، فلا الرجل بيكون عنده القدرة انه يعمل بواجبه لانه نقد الاستروجين بدمر صحة الرجل، ولا الانثى بتكون قادرة اصلا على الحمل والانجاب لانه هي اصلا خلقت واكلت من منذ الصغر أكل مليان بالأستروجين، وبالآخر بتستغرب ليش عندها بتوصل لا سمح الله لا تكيس المبايض. الأستروجين هو عبارة عن هرمون بيتم إفرازه في المبايض عند الأنثى، وهذا الأستروجين بيكون أساسه كوليسترول، بعدين بتحول لتستوستيرون، بعد بروجنولين، بعدين بتحول لأستروجين. هلأ هذا الأستروجين وظيفته على زيادة سماكة جدار الرحم عند المرأة، وبيستمر وبيزداد كميته الإفراز فيها لما المرأة تحمل للحفاظ على الحمل. وهذا الهرمون هو اللي بيعطي الصفات الأنثوية، كان منطقة الصدر والأرداف العريضة والصوت الناعم وتوزيع الشعر في الجسم، هذا كله مرهون بالأستروجين. فالزيادة في الإفراز فيه زيادة عن اللزوم معناته راح نحصل هاي الصفات أبكر عند الإناث، وحنبلش نلاحظها عند الرجال، وهذا إشي أكيد الرجال ما بيرغبوا. إنك تاخذ الاستروجين من خلال طعامك معناته أنت راح تعرضي حالك لزيادة احتمال إصابتك في سرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم. استهلاكك للاستروجين من خارج الجسم من خلال هذه الأطعمة حيؤدي للخبط دورتك الشهرية ويعمل تليفات في الرحم وتكيس المبايض عند السيدات، بالإضافة أنه استهلاكك لهذا الهرمون من خلال أكلك راح يزيد فرصة تعرضك لمشكلة الغدة الدرقية، لأنه مستقبل اليود في الغدة الدرقية برضو بيستقبل الاستروجين، فزيادة الاستروجين راح يمنع الحرق عندك. بالإضافة إنه الاستروجين ممكن يعمل لك اللي هو إرهاق مزمن اللي هو كرونيك فاتيك، والإضافة إلى أمراض مقاومة المناعة اللي هو أوتو أميون ديزيزز. عند الرجال حال مش أحسن، فأنت لما تكون رجل عمالك بتاكل أكل مليء بالاستروجين فأنت توقع إنه تبلش أردافك تعرض، يصير عندك ظاهرة التثدي، ومع زيادة وزنك حتى الدهون اللي جواتك بتصير تفرز الاستروجين، فبزيد مشكلة التثدي عندك، هيقل التستوستيرون، ومع انخفاض التستوستيرون غدة البروستاتا الموجودة في منطقة أسفل البطن راح تتضخم وحتتأثر صحتك سلبا، وأكيد قدرتك الجنسية حتتبهدل، ما راح تقدر تبني عضل. وحكينا في الحلقة الماضية عن موضوع التستوستيرون، راح تفقد أهم شيء من أسباب السعادة عندك اللي هو رغبتك في إثبات نفسك. فخلينا نشوف ايش هي الاكلات او الاطعمه اللي لازم انت تهرب منها بايديك واجريك حتى تحافظ على صحتك، تحافظي على صحتك. فاول الاطعمه اللي احنا لازم نتجنبها اللي هي الاطعمه المحتويه على الصويا، ان كان مصنع او كان طبيعي. ففول الصويا الموجود حاليا في العالم، رغم انه نبته الصويا المستخدمه في اليابان من ارقى انواع المغذيات اللي ممكن الواحد ياكلها، كل الموجود حاليا 99% منه او 90% منه هو عباره عن معدل وراثيا تم اللعب فيه، فصار بيحتوي على مركبات اللي هي الزينو استروجين، والاستروجين الصناعي اضعاف مضاعفه قوته اقوى من الاستروجين الموجود عند الانثى او الاستروجين الموجود في النباتات الورقيات. فبالتالي ما بدخل على الخليه على المستقبل تبع الخليه وبشوف اذا هي بحاجه او لا، هو بيخترق جدار الخليه وبدخل لجوه الخليه بدون استئذان.
فلازم نبعد عن كل ما يتعلق بالصويا اللي هو حليب الصويا، فول الصويا، البروتينات، المكملات. دائما تسألوني عن المكملات، فالبروتينات بتنشرها عشان الورك اوت برضه هي موجوده مصنعه اصلا من الصويا لانه رخيص الثمن. فانت بتكون عم تبني عضل لكن عم تاخذ استروجين يزيد الارداف عندك ويعمل لك ثدي زي ثدي الانثى، وبرضه ما راح تبني عضل بكفاءه لانه انت فعليا عم تاخذ استروجين. اما الطعام الثاني اللي لازم نتخلص منه بحزم وسهوله اللي هو السكر، النشويات، بالاضافه للفواكه. فكل هذه المغذيات عمالها بتحتوي على السكر، وهاي الاكل لما بتاكله انت بترفع الانسولين وبتحاول ترفع الاستروجين وبتقلل البروجسترون. فانت برجيم بدك تدخل في رجيم يقلل لك الاستروجين او يقلل لك الاستروجين لازم تقطع كل انواع السكريات، بالاضافه انك تزيد الدهون الصحيه اللي هي بدورها حتضبط ارتفاع الانسولين والاستروجين وحتحافظ على انتاج هرمونات صحيه في جسمك، لان الهرمونات الجنسيه اساسها دهون وكوليسترول. اما النقطه الثالثه لليوم، الطعام اللي ممكن يرفع الاستروجين عندكم اللي هو اللحوم الحمراء المعموله تقليديا او المصنعه. يعني كيف يعني؟ هلا اللحوم اللي بتكون في المزارع بيتم اطعامها الذره او الشعير المعدل وراثيا او ممكن حتى الصويا، فبالتالي هذه اللحوم الابقار اخذت اكل اصلا محفز للاستروجين، حيحفز الاستروجين في داخلها. المشكله الثانيه انه ظروف الحفاظ على هذه الاغنام او هذه الابقار بتكون ظروف سيئه، فعشان يضمنوا انه ما تمرض بصيروا يعطوها مضادات حيويه باستمرار حتى ما تمرض مع الظروف الصحيه السيئه اللي هي فيها، وحتى يزيدوا من سرعة نموها بيحقنوها بالهرمونات الأنثوية الأساسية اللي بتعمل الاستروجين زي الاسترادايل. الاسترادايل هذا بيحفز برضو زيادة حجم الأبقار والأغنام بسرعة أكبر. هلا المشكله لما انت تيجي يندبح هذا الخروف او هذه البقره وتيجي الى لك انت عشان تستهلكها كمستهلك اخير، فانت بتاخذ لحومها وكل ما تم تخزينه في دهونها. فاحنا كرجيم كيتون احنا بناخذ الدهون، بس مشكلتنا لما بناخذ هاي الدهون عم ناخذ كل ما تم تخزينه في لحومها ودهونها اللي هي المضادات الحيويه، السموم، الاستروجين اللي جواتها. فهون المشكله. فاذا انت شخص عندك اصلا مشاكل في الهرمونات يفضل دائما تروح على جراس فيد او الحيوانات اللي تم اطعامها بالاعشاب والاورجانيك، لكن انا هاي خليتها موضوع خاص لانه مش الكل عنده القدره يشتري هاي اللحوم، لكن احنا في الرجيم الكيتوني اصلا اكلنا اقل، فبالتالي حتى لو كانت كلفتها اغلى فاحنا اكلنا اقل، فنفس التكلفه لهذا الشخص اللي عنده مشاكل هرمونات. اما الشخص اللي ما عنده مشاكل لو اخذها يروح للحوم المش مصنعه، يعني اللحوم المصنعه زي المرتديلا واللانشون وهاي الشله والهوت دوغ، هاي كلها لحوم مصنعه، يعني لسه مضيوف إلها نشا ومضيوف إلها محسنات نكهة بتزيد إفراز الإستروجين. فإذا أنت بدك تأكل لحوم تروح للحوم العضوية كخيار أول، ما عند بعدين تروح للحوم إذا ما كانت عضوية تروحهم للجراس فيد، ما عندك قدرة تروح للحوم العالم التقليدية بس تروح عليها مش مصنعة. فكل واحد حسب قدرته والله يعين الناس. هلأ نيجي للنقطة الرقم 4 اللي هي نقطة الألبان والأجبان منتجات الديري. طبعا مشكلتنا انه حتى لو كانت المزرعة فيها حليب نوعيته ممتازة ما بياخدوا استروجين وما بياخدوا مغذيات غير صالح للاستهلاك البشري، فالحليب بيتم تصنيعه في نفس المصنع، فبغض النظر عن المصانع والمزارع بيتم جمع الحليب بكونتينرات وبتروح على المصانع. فالحليب انت عندك اللي بتاخده في تقريبا بحدود ال20 مواد كيميائيه غريبه رح توصل لك، لانه كل ما يعطى للابقار رح ينزل في حليبها. وكذلك الحليب هذا رح نصنع منه الاجبان. فاذا انت كان عندك مشاكل في الاستروجين او نقص التستوستيرون، فاكيد احنا بنبلش نحكي انه من اشياء اللي بترفع الاستروجين وبتلخبط لك هرموناتك وهرموناتك الالبان والاجبان. وبنوصل هون لاسهل نقطه ممكن من خلالها انه نحسن صحتنا ونتقي اللي هو الزينو استروجينز او الاستروجينات اللي بترفع الاشياء اللي بتعمل ميميكينج او بتحفز الاستروجين عندنا في الجسم، اللي هي المواد البلاستيكيه. فاكيد البلاستيك جزء اساسي من حياتنا، الكاميرا اللي انا عم بصور فيها بلاستيك، فكل شيء احنا بنستخدمه من البلاستيك، لكن نقدر نخفف الضرر بانه نبعد عن كل ما يمكن البعد عنه. يعني
الشرب من القوارير البلاستيكية أكثر إشي سيء ممكن تسويه أنت في رجيمك العادي وفي حياتك اليومية. فإذا أنت عندك أساسا كمان مشاكل في الأستروجين فأكيد لازم المي ما تلمس البلاستيك، فاشرب من الفلتر بدل ما تشرب من المي الموجودة في القارورة. إذا تعذر ذلك فأنت بتقدر تعمل إنه تخزن المي تبعتك في قوارير زجاجية وتحطها بالثلاجة. الشغل الثاني نصيحة للجميع، لما تكون أنت شاري قنينة مي وحطها بالسيارة وتجي عليها سخنة لأنها بالسيارة والدنيا شوب، هذه المواد البلاستيكية مثل البارابينز والبي بي إيز بتنزل على من البلاستيك اللي هو من الغلاف تبع البلاستيك أو من مادة البلاستيك للمي، وبتزيد تحفيز الأستروجين عندك 100 لـ 90 ضعف الوضع الطبيعي. فإذا أنت رحت لميتك ولقيتها سخنة، أول إشي بتسويها إذا كانت في بلاستيك بتكب المي والوعاء نفسه. فابعدوا عن البلاستيك، ابعدوا عن البلاستيك، ابعدوا عن البلاستيك. برضو احذروا من استخدام الأواني المصنوعة من التفلون، لأنه التفلون هاي المادة لما أنت تعمل على تسخين الطعام أو القلي فيها بغض النظر شو عمالك بتسوي، هاي المادة بتتفكك وبتصير تدخل كجزء أساسي من طعامك، وتحفيزها للأستروجين عندك في الجسم أكثر من البلاستيك، بوصل ل 400 ضعف التحفيز العادي اللي ممكن يصير من أي أكل ضار لك. أما إذا أنت أصلاً أوريدي عندك مشاكل وبدك تخلص جسمك من الأستروجين الزايد عندك في الجسم، فبكل بساطة تقدر تروح للكرسيفرس فيجيتابلز، النباتات أو الخضريات الورقيات من حقل الصليبية، عم نحكي عن الملفوف، الزهرة، البروكلي، الكيل، بالإضافة للخس. هدول الخضريات لما يدخلوا عندك على الجسم بروح الانزيمات للكبد وبتحفز تحويل الاستروجين الموجود في اللي عندك في الجسم الى الاستروجين المسالم وتتخلص من الزايد. فالمسؤول عن التخلص من الزايد من حاجتك من الاستروجين في الجسم سواء ذكر او انثى اللي هو الكبد. بالنهاية أكيد بتمنى لكم كل خير، وبقدرش أحكي لكم إلا سلامات. وإذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد ما تبخل على غيرك بأنك تنشر هاي المعلومات لأنها ممكن تأثر إيجابا على حياته، وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتشترك وتكبس على إشارة الجرس حتى تجيك دائما الإشعارات بالفيديوهات اللي أول بأول بنزلها جوابا على أسئلتك أكيد. وما تبخل علي، أنا مقدمك أحمد سمارة على الفيديو هذا لأني تعبت وأنا بعمله، واكيد بدعوكم تنضموا لجروبنا الرائع على الفيسبوك، جروب سماره كيتو اند فاستنج بلانيت، وتتابعونا اكيد على الانستغرام والسناب شات. واكيد اكيد بالنهايه بقولكم سلامات وبشوفكم على خير في الحلقات الجاي، وبامان الله، مع السلامه.